أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يكون إذا اعتق بعض القن صار إذا اعتق بعض القن سار الشارع على عتقه كله؟ أي نعم، لأن الشارع يحرص على العتق، فيسري على بقيته. إن كان المعتق للبعض له عنده مال فإنه يدفع قيمة الشركاء ويعتق، يكون الولى له. وإن لم يكن له مال فإن العبد يعتق منه بعضه ويكون مبعضا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.